خليني اخد معايا على التليفون عمرو بيه القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة. والسياحة دي لينا فيها النهاردة كلام كتير، يعني في جزء كبير جدا متعلق اكيد برأس الحكمة لازم ناخد رأي عمرو بيه فيه، وجزء اخر متعلق بانه جوجل بتطلق مشروع سفرة مصر لتعريف الناس بثقافة الطعام عندنا في بلدنا. ازيك يا عمرو بيه؟ مساء الخير استاذ يوسف. مساء الفل، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. ابدأ بالسفرة ولا ابدأ برأس الحكمة؟ اللي تحبه، بس خلينا نبتدي بالسفرة عشان يلا نفتح بينا. قول لي ايه حكاية سفرة مصر دي؟ انا عجباني الفكرة يعني. ده مشروع الحقيقة جوجل عندها قسم اسمه Arts and Culture او جوجل للفنون والثقافة. بيتعرض فيه بكل يعني من كل دول العالم معلومات عن اماكن ثقافيه، عن منتجات تراثيه الى اخره، خاصه بكل دوله. فالحقيقه في مصر كان في مبادره جميله منهم ان هم يعملوا قسم خاص عن الاكل المصري. حلو. وبدانا نتعامل معهم ونتعاون معاهم في الهيئه وفي الوزاره في اعاده تقديم الاكل المصري للمصريين اولا وللعرب وللعالم بشكل كبير. المطبخ المصري يا استاذ يوسف مطبخ غني جدا الحقيقه. يعني كل ما الواحد بيسافر وبيشوف بنعرف قد ايه انه مطبخنا اكلاتنا غنيه جدا وجميله جدا ورائعه جدا، لكن احنا كنا كمصريين مقصرين جدا في حق هذا المطبخ اننا نروج ليه واننا ننقل للعالم مدى جمال وتنوع المطعم المصري. لو اي حد فينا كده يفكر انواع مثلا الخبز المصري اللي موجود اللي في الدلتا واللي في الصعيد واللي في القاهره، تلاقي انواع كتير جدا. في بلاد ما عندهاش غير خبز واحد او اثنين، ده بس في الخبز. انما لو اتكلمنا عن الاكلات اللي مصر مشهوره بيها عدد كبير ولا حصر له الحقيقه، يعني على الاقل الملوخيه، الكشري، الحمام، البط، السمك بانواعه، الاكلات البيتي اللي احنا بنعملها عندنا في بيوتنا، اكلات القديمه، الاكلات اللي حصل عليها تحديث وتعديلات وحصل اهم حاجه اللي هو بيسموه الفيوجن او التداخل مع ما بين القديم والجديد، هنلاقي عندنا مطبخ غني جدا جدا. الاكل ثقافه، ده اساس. وعلى فكره برضو اللي تعرف في نوع من انواع السياحه اسمه سياحه الاكل. طبعا طبعا. بالانجليزي اسمه جاسترونومي تورزم. اي حد بيسافر بلد يبقى عايز يشوف الاثار اللي فيها وعايز يتعرف على الثقافه بتاعت اهل البلد دي، صح، يجرب حياتهم وياكل اكلهم. انا من هؤلاء الناس. مفيش حد راح ايطاليا ما كانش عايز ياكل بيتزا او باستا، ومفيش حد راح مثلا المانيا الا عايز ياكل الشنيتزل بتاعه اللي هو اللحمه الكبيره، وهكذا. فكانت فرصه كويسه جدا ان الحقيقه نشتغل مع جوجل وبعض شركائها في انتاج المواد الاعلاميه سواء فيديوهات او صور خاصه بالاطباق المصريه، وابتدوا بقى كمان يشتغلوا على الاطباق المصريه التراثيه القديمه كما وردت على جدران المعابد المصريه القديمه. اهو ده كلام جميل. وابتدوا يدوروا في الرزق اللي هي الوصفات اللي تتعامل بيها الماكولات المصريه. طب انا اوصيكم بقى بانه هتبحثوا في وصفه كانت شهيره جدا في العصر المملوكي اسمها التفاحيه. التفاحيه دي بتبقى لحمه بالتفاح المصري، بتطبخ بطريقه كده لطيفه ظريفه وكادت ان تنقرض. خليني اشكرك مره تانية عمرو بيه القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه.